رهف افتحي الباب عملك. رهف افتحي احسن ما اكسره. لك افتحي ولا ايه؟ لك رهف رهف لك ليش ما عم تفتحي الباب ولا ايه؟ لك افتحي. ليش ما عم تفتحي الباب ولا ايه؟ ليش ما رحتي على المدرسة اليوم؟ رحت وطلعت بنص الدوام. ليش طلعتي؟ ليش طلعتي؟ لأنه المديرة لقيت معك موبايل؟ فكرتيها ما رح تدق تقلي ما يا وقحة؟ منين جايب الموبايل وين؟ وينه أعطيني إياه؟ ولك وينه؟ وين تخبيتي؟ هاتي وليه؟ هاتي هاتي أنت وحدة بلا ترباية هاتي هاتي وينه؟ وينه؟ هاتي إيدك هذا هو الموبايل. منين جبتي حقه ليه؟ منين جبتي حقه؟ ولي رهف؟ هاد مين عطاك اياه؟ ولك مين عطاك اياه؟ حجي وقت سافرت ومرضت زينب. انو حجي؟ رؤوف؟ ولك هدي! رؤوف! فروج اسمع وافهم منيح. كل جماعته صرت بتعرفهم، يعني بنته بتعرفها واخته كمان وابن اخته وسهر ورفيقه نضال. من هلا ورايح اي قرنه بفوتها، اي بيت جديد بيروح عليه، اي مستودع بتراقبه وبتخبرني اول باول وما بتتركه ولا تكه. شو فهمت مني؟ اضوي. اسمعي ولي، هذا اللي صار بيني وبينك ما بدي مخلوق على وش الأرض يعرف فيه. عم تفهمي؟ لا أخوكي طارق ولا حدا. وهداك الكلب بس يتصل فيكي بتقلي له أنه لقطوا الموبايل معك بالمدرسة وأنه أنت ترجيتيهم من شان ما يقلوا لي. عم تفهمي شو عم بحكي؟ وبتفهمي أنه ما عاد تقدري لا تحكي معه ولا تشوفي. ويا ويلك يا ويلك يا رهف إذا بعرف إنك عملتي غير اللي أنا قلت عليه. على قد ما كنت زعلانة عليها لرضوى وهي بالمستشفى، على قد ما كنت مقهورة منها على اللي عملته فينا، بس على القليلة قلت معلش تذكرت أخوها. معلش حبيبتي، معلش معلش معلش، بتضل أختنا وعزيزة علينا، وأنا متأكد اللي عم بيصير غصبا عنا. وحياتك
الو 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 مرحبا استاذ كمال. اهلا اهلا. انا اسفه مشغول. لا ولو، ولا يهمك، بس كنت حابه احكي معك بموضوع ضروري شوي. ايه ولو احكي، بس والله شغلتي لي بالي. في شيء؟ انا فكرت كثير قبل ما احكي، فكرت بكلامك عن رؤوف وعن شغله، والحقيقه انه انا عندي معلومات كثير مهمه عن هالتجاره اللي محيرتك. يعني بفهم من حكيك انا سيسار انه في شيء بدك تحكي؟ ايه انا حابه احكي، وحاسه حالي مخنوقه، وراح اختنق اكثر اذا ما حكيت. طيب ماشي، تحبي نلتقي بشي محل؟ على فضاوتك طبعا. يا ريت. شو رايك بالمطعم اللي التقينا فيه؟ منيح. هلا؟ هلا ليش لا؟ طيب ماشي، انا رح انزل فورا. طيب وانا جاي. ماشي، شكرا كثير استاذ كمال، الله معك. خلص مثل ما قلت ما بنحضر، بس اسمعي، السنه يا اما رح نرسب يا اما رح ننفصل. ها طارق، والله العظيم العظيم من الصبح عم يوجعني، بعدين شو ما بيطلع لي انك ترسب كرمالي؟ لك اذا انت ما بيطلع لي مين بيطلع لي؟ اخيرا بحكي. ايه بتعرف كثير بالي مشغول على حلام. طب ما عرفتوا شو اللي خلى امه للشاب تقلب هالقلبه هيك؟ ما عرفنا، بس حنان بنت كثير شفافه، يعني انا فجاه اكتشفت قديشها ظريفه وقريبه من القلب، يعني والله العظيم حرام تكون بنته لرق. استغفر الله العظيم، ما بدي احكي. شوكي خلفت ورده، مو هيك بيقولوا؟ عكس ابوكي تمام، ورده خلفت شوكي. ما اغلظك، بس بتحبيني مو؟ يعني انا ما بنكر اني غلطت، بس انا كانت عيوني مغمضه وما كنت فهمانه شيء، لحدود ما اجيت انت وفهمتني كل شيء وفتحت لي عيوني. طب فهميني، انت الالماس اللي فوتيه من المطار ما حدا حس عليك؟ فهموني شو اقول لجمالك، وفتت مثلي مثل اي ست عاديه لابسه صيغتها، ما حدا شك فيني. وصلت مع الحجه انه يهرب الماس كمان؟ ابصر شو عامل غير هيك. صدقني انا ما بعرف عن اي شيء ثاني غير الالماس، وانا ما كنت بعرف انه الموضوع خطير لهي الدرجه والله العظيم، لحدود ما انت حكيت لي وفهمتني. كمال انا مجرد ضحيه، يعني كنت بالنسبه له مجرد اداه لا اكثر ولا اقل. طب انت بتعرفي انه هي جريمه فظيعه بحق البلد؟ رؤوف بدا حياته بتهريب مخدرات، بتعرفي شو معناتها؟ خرب شباب، خرب بيوت. اسمعي لقلك، أنا مثل ماني شايفك متأكد إنه هذا الرجل عم بفوت سلاح على البلد. هلا بهالأزمة هي سهر، لازم نخبر عن الزلم هذا، ناوي يدمر البلد مثل ما دمر حياتك. إيه بس القضية مو قضيتي وبس. أنت ما سألت حالك أنا ليش دقيت لك اليوم بالذات؟ ليش؟ حكى معي عدنان المحامي، تذكرته اللي كان عنده أحمد. إيه هاد مو بس محامي شركات رؤوف، إيه هاد شريكه بكل الوساخات والقذارات اللي بيعملها، ومن ضمنهم شغلة الألماس. طيب يعني هلا أوسخ منه وأحقر منه لسه. حكى معي قال في بنتين برا بدهم يجيبوا الماس بنفس الطريقه القديمه اللي انا جبت فيها. هن برا ولا هون؟ وشفتيهم مسافر ولا شو؟ لا هن برا. برا؟ هن برا، بس هو طلبني مشان انا احكي معهم وفهمهم شو يساووا وشو يعملوا بالضبط، لحتى ما حدا يشك فيهم هن وجايين. طيب اسمعي لقلك، هذا الكلام مستعده تقوليه قدام الجهات الامنيه؟ سهر أرجوك فهميني، طيب أنت خايفة من شيء؟ لا أبداً، والله العظيم كل اللي صار حكيت لك إياه، بس يا كمال رؤوف شخص فظيع ومأذي كثير، ممكن يفكر يأذيني أو يأذي أي حدا من أخواتي، والله بجن. رؤوف بس يوقع ما بيقدر يأذي حدا. يعني أنت خلص نويت تبلغ عنه؟ ما بعرف، بس لازم نعرف موعد وصول البنات. اللي فهمته انه هن استلموا البضاعه وجايين، بس ممكن يكونوا جايين بكره او اليوم، انا ما بعرف شيء عن هذا الموضوع، ما عندي تفاصيل. لازم نتحرك فورا، بس كيف؟ خير يا ام خانم، كنتي عم تقولي لي انه اختك حنان شفتيها واقفه مع هذا الشاب اللي بده يخطبها.
ايه بابا شفتون سوا. حضرتك من وين بتعرفي؟ هي مو اول مره بشوفهم، صرت شايفتهم كذا مره قبل. وين شفتي وتعرفتي عليه وليه ما خبرتيني؟ انا خبرت خالي رضوى، بس ما بعرف هي ليش ما خبرتك. صدقني بابا انا عم بحكي هذا الحكي لانه مو هاين عليك لا فيك ولا بحنان. حنان بتضل اختي لو شو ما صار، وسمعتها من سمعتي، وما عندي مصلح غير هيك ابدا. لكل حال انا راح اتصرف، المهم انتي انتبهي على دراستك وبس. طيب بابا انا بدي اروح على الجامعه، بدك مني شيء؟ ما رحتي لعند امك؟ ما صار لي فرصه اني اشوفها او احكي معها. شو قصتك والجدبه تبعك؟ لك شو حكينا نحن؟ اللي حذرتك منه حضرتك صار. ليك امك طالبه الطلاق، وانتي بدل ما تخففي عني عم تزيدي على راسي. طلاق؟ ليش؟ شو بيعرفني؟ مثل ما الله بعت لي ولاد بنص عقل، كمان بعت لي مره بنص عقل، كلمه بتاخذها وكلمه بتجيبها، مثل ولاد الصغار. خلص بابا رو، انا رح احاول احكي معه وشوف شو الموضوع. انت اهتمي بدراستك وجامعتك وبس، وقت اللي طلبت منك تتدخلي ما تدخلتي، تيسري الله معك. شلونك رضوى؟ بنتك وينها؟ لا تكذبي، اكيد بالغرفه. ماشي، صار نص ساعه راجعه، بتفهميها ما بتطلع برات البيت. انا جاي المسا بنحكي، الي حديث معك ومعها. شو فهمتي مني؟ خلصنا المسا بنحكي، عم اقول لك المسا بنحكي. عندي شغل هلا، تيسري رضوى، تيسري خلصنا. يا فرود شوف